هي مين اللي جا هددكم هنا؟ واحد اسمه ايمان جات هددتكم عشان الصور بتاعت امبارح واتهمتكم بها ان انتوا اللي وسختوا المكان. اه انتوا اللي عاملين التلوث. انتوا جيتوا من متى؟ انا مش هطلعكم في الصورة ده، بس هي الحديث بس اللي هيظهر بس. يعني انتوا جيتوا امبارح الساعة 10 الصبح، الصور دي بالليل، وانت جيت الساعة 11 بالليل، الصور دي بالليل. هم جو الصبح اتهموكم ان انتوا اللي وسختوا المكان. عايزينك انت تغسل الحمام بنفسك. انت جايبة معاك ولدك مريض؟ ها، عايزين المرضى اللي هنا او المرافقين هم اللي يقوموا بالتنظيف يعني. مش مشكلة نزل كيس الزبالة، لكن نغسل الحمامات.